ريال مدريد والمصايب لا تأتي فرادى، فبعد بداية الموسم وإصابة كورتوا بالرباط الصليبي وبعده ميليتاو برضه بالرباط الصليبي، النهارده بيصيب فينيسيوس جونيور علشان يخرج من المباراة مصاب في العضلة الخلفية، ومحدش عارف هل هي بقى تمزق ولا قطع ولا شد ولا إيه بالظبط. ففينيسيوس بنسبة كبيرة ممكن يغيب من أسبوعين لثلاثة بنسبة كبيرة، لسه الأخبار ما طلعتش بس ده كان توقعاتي، ولكن في ظل الإصابات وفي ظل المشاكل تأتي الهدية من عند ربنا على شكل جود بيلينجهام، الراجل اللي بينقذ ريال مدريد في كل مباراة ريال مدريد بيقع فيها في مأزق وبتلاقي ريال مدريد فيها مش عارف يطلع منه، جود بيلينجهام بيطلع من تحت الأرض وبيحل الدنيا لريال مدريد وكارلو أنشيلوتي. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ريال مدريد وسيلتا فيجو في أولى مبارياتنا اللي احنا بنتكلم عليها عن ريال مدريد في القناة. فما نخش في أي حاجة انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب، لو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان نجي الحلقات أول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. انا بيجي وجايب حلقه جديده من اود التحليل، وحلقه النهارده بنتكلم عن ريال مدريد وسيلتا فيجو، مباراه اللي عندي فيها تحفظات كبيره جدا على كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي بالمناسبه مش تحفظات مش من دلوقتي، لا ده من اول مباراه ومن تاني مباراه والمباراه الثالثه دلوقتي. انت لحد دلوقتي لازم اكلمك في الاول على التشكيل، انت بدات التشكيل بنفس المباراه اللي فاتت ال 4 4 2 دايموند، بتلعب تشاوميني جنبه الاثنين فالفيردي وكامافينجا، قدامهم جوك بيلينجهام وقدامهم الاثنين رودري او رودريجو وفينيسيوس جونيور. ريال مدريد المشاكل بتاعته النهارده كان اول مباراه الكبه وكبه، ومناسبه النهارده ما قدمش مباراه سيئه يعني مباراه عاديه، ما كانش عليه اختبارات كتير، الاختبارات اللي جات له قدر يتعامل معاها، ما فيش اختبارات كتير على الكبه، فكبه يعني لسه ايه بيلاقي رجله يعني في ارضيه الميدان. ولكن ريال مدريد والمشاكل الكتيره اللي بتتوالى عليه، في الاول كورتوا وعوضته بكبه، بعد كده ميليتاو وعوضته دلوقتي بروديجر، ودلوقتي فينيسيوس جونيور. جونيور اتصاب لك في وقت صعب في بدايه الموسم، بتحاول تجمع نقط بدايه الموسم، بتحاول تظبط اوراقك، بتحاول تستف دنيتك، بالذات انت اصلا داخل الموسم بدون مهاجم، مع احترامي لخوسيليو. خوسيليو المهاجم اللي ممكن يبقى بسكواد بلاير تنزله مثلا لحد اتصاب تغطي بيه، محتاج مهاجم تاني في تبديله، ماتش صعب محتاج اتنين مهاجمين فتنزل خوسيليو وهكذا، ولكن ده مش مهاجم ريال مدريد اللي تعتمد عليه في الموسم كله. دي حاجه. الحاجه الثانيه التشكيل او الادوار اللي بيلعبها لعيبه ريال مدريد تحت قياده كارلو انشيلوتي انا عندي فيها مشاكل كتيره. المشاكل الكتيره دي تتمثل في اشياء كتير. الشيء الاول واللي انت بتلعب بدون مهاجم، فانت بتلعب بدون مهاجم دخلت فينيسيوس جونيور كمهاجم جنب رودريجو، فانت كده بصراحه خسرت مركزين. المركز الاول اللي انت المهاجم اصلا اللي انت ما عرفتش تحله وما حلتوش في دخوله حتى فينيسيوس جونيور جنب رودريجو ما حلتش المشكله، والحاجه الثانيه اللي انت بوظتها اصلا ان انت فقدت الوينج الشمال بتاعك المميز جدا والوينج الشمال الافضل وينج شمال في العالم، وانت خسرته منطقته وخسرت دوره وخسرته المركز بتاعه في سبيل ان انت تدخله كمهاجم تاني. خسرت مركزين، المهاجم اللي اصلا ما لقيتلوش حل وفينيسيوس ما حللكش المشكله دي، وخسرت الوينج الشمال بتاعك اللي هو فينيسيوس جونيور بدخولك جوه منطقه الجزاء، فبالتالي انت خسرت مركزين عشان تصلح مركز والمركز ده ما تصلحش اصلا، فبالتالي بقى عندك مشكله. المشكله اللي وصلنا لها ان ريال مدريد بقاله 3 ماتشات اللي بيحل له الدنيا واللي بيفك له الماتش واللي بيحل له كل حاجه هو جود بيلينجهام. بيلينجهام اللاعب اللي بتلاقيه بيجري وبيضغط بيقطع الكوره، بتلاقيه بيلعب بينيات، بتلاقيه بيوصل بيخش جوه منطقه الجزاء وبيسجل اهداف، بتلاقيه بيطلع في الكورنرات ويحط اهداف، بيطلع في الكورنرات ويشيل اهداف على ريال مدريد، وبتلاقيه بيضغط بيقطع الكوره وبيساعد الدفاع وبيساعد في الهجوم، بيعمل كل حاجه. جود بيلينجهام بيعمل كل حاجه مع ريال مدريد. والمشكله الاكبر، المشكله الاكبر اللي انا بواجهها مع كارلو انشيلوتي ان ريال مدريد ما عندوش استراتيجيه يلعب بيها. ريال مدريد ما عندوش استراتيجيه بيلعب بيها. الاستراتيجيه دي تتمثل في اشياء كتير. الشيء الاول اللي انت مثلا استراتيجيه والكوره مش معايا هعمل ايه؟ مين هيضغط؟ هنضغط ككتله وكجماعه وكفريق واللي هنضغط في مكان محدد عشان نقطع الكوره زي مثلا ارسنال ليفربول مانشستر سيتي، ولا هنضغط بفرديات؟ يلا بينا يا شباب نضغط فردي، جوب بيلينجهام يجري يضغط شويه، رودريجو يضغط شويه، فينيسيوس يضغط شويه، ومفيش خطه اصلا او استراتيجيه لما الكوره ما تبقاش معانا نعمل بيها ايه او نعمل ايه؟ محدش يعرف. طب خلاص الكوره بقت معانا، استخلصنا الكوره والكوره معانا، ايه الجمله اللي ريال مدريد بيلعبها في الثلاث ماتشات اللي فاتت؟ بيلعب ريال مدريد جمله، اقول لك اه ريال مدريد بيلعب جمله مميزه او حاجه بيكررها كتير فدي تشكلي بقت جمله. لا مفيش
مره تلاقي الكوره بتطلع على تشاوميني، مره تلاقي الكوره بتطلع على كامافينجا، مره تلاقي الكوره بتطلع على فالفيردي، مره تلاقي الكوره بتطلع اصلا كوره طويله على جوب بيلينجهام وتنزلها وتحاول تاخد الكوره الثانيه، مره تلاقي اتلعبت الكوره على فينيسيوس. مفيش استراتيجيه، مفيش حاجه محدده ريال مدريد بيلعب عليها. دي المشكله الاكبر عندي عند كارلو انشيلوتي. فين استراتيجيتك؟ هل انت استراتيجيه مدرب دفاعي تسيب الكوره وتلعب على المرتدات؟ طب انت استراتيجيه مدرب اللي بيستحوذ كتير على الكوره وينقل الكوره كتير وبيعمل استحواذ اكبر وان هو ياخد الكوره اكتر في رجله في اكتر وقت من الممكن من المباراه عشان يحرم الخصم منها ويبتدي يعمل بقى انماط كتيره سواء دفاعيه او هجوميه علشان يواجه الخصم؟ مفيش كل ده. كارلو انشيلوتي اكاد اجزم انه بينزل يقول للعيبه يلا رجاله العب لعبكو، ادي دنيتكو، يلا اللي عنده حاجه ينزل يلعبها. في ظل ان ريال مدريد دلوقتي فقد العمود الفقري بتاعه، العمود الفقري ده بيتمثل في مين؟ كورتوا في حارس المرمى، ميليتاو كقلب دفاع، الاثنين بتوع نص الملعب كاسيميرو كروس ومودريتش وفينيسيوس جونيور في الهجوم وكريم بنزيما. كل دول فقدتهم. بدات الموسم بدون كورتوا، بدون ميليتاو، نص الملعب غيرته، قررت اللي تتقعد جنبك على الدكه توني كروس ولوكا مودريتش وتلعب بيه تشاوميني وكامافينجا وفالفيردي، وفي الهجوم انت فقدت كريم بنزيما وهو ما عوضتوش. كل ده قاعد مستني كيليان امبابي. طب امبابي ما جاش، قلت اجيب هاري كين، الله اصلا بيعبل من امبابي يجي، هاري كين راح باير، هتجيب مين دلوقتي؟ هتروح تدفع مثلا 150 160 مليون في اوسيمان؟ ما اتوقعش، ما اتوقعش. هتروح تجيب تاني مهاجم نص لبه تقعد بيه دنيتك مع خوسيليو؟ مش عارف، مش عارف. كارلو انشيلوتي انت كسبت النهارده وكسبت بكره كده، كره كورنر خوسيليو ردها تنزل لجوب بلينجهام، جوب بلينجهام يحط لك الجون الرابع دي. في اربع مباريات جاب اربع اهداف او خمس مباريات مع ريال مدريد يعني بالوديات بكل الكلام ده، او في الدوري عامه لعب ثلاث مباريات سجل اربع اهداف واسيست. هل ريال مدريد في الايام المقبله بعد بقى غياب فينيسيوس المتوقع من وجهه نظري ممكن يغيب ممكن فتره كبيره فتره قليله، انا مش عارف طبيعه الاصابه ايه ومفيش اخبار طلعت لحد دلوقتي، بس هنشوف فينيسيوس جونيور هيغيب لحد فين. فينيسيوس جونيور لما يغيب هتعمل ايه؟ لان انا شفت بعد ما فينيسيوس خرج من المباراه وبقى مفيش هجوم، شفت ان ريال مدريد بدا يبقى عشوائي اكتر من انه عشوائي. ريال مدريد مع كارلو انشيلوتي بيعتمد على الفرديات اكتر من الجمعيات. لوكا مودريتش السنه اللي بتكلم عن السنه اللي فاتت مثلا، لوكا مودريتش بلمسه يودي بنزيما، بنزيما ينزل بحركه كده يلم اتنين ويدي فينيسيوس، فينيسيوس بمهارته الفرديه يودي بنزيما وهو يعدي ويشوط يجيب جول وهكذا. ولكن استراتيجيه معينه سواء في الهجوم او في الدفاع او كره معاك او كره مش معاك او بتلعب على حاجه معينه ونجات عرضيه، مفيش عشوائيه في كل شيء سواء دفاعيا او هجوميا، سواء دفاعيا او هجوميا. ريال مدريد دفاع مش كويس، هيستقبل هدف كتير النهارده او في الموسم ده هيستقبل هدف كتير. لحد دلوقتي في اول ماتش تلعب بيه كلين شيت ماتش النهارده ليه؟ لان اصلا سيلتا فيجو ما هجمتكش، اعتمد ليه تلعب على المرتدات وتدافع تخبطك بالمرتد، ده اللي اعتمد عليه سيلتا فيجو، عشان كده ما دخلش في جدا، ومع انك دخلت في الجون في اول دقيقتين واتلغى بسبب بسبب الفاول، وبعد كده ضيعت ضربه جزاء دخلت رودريجو وضيعها ضربه جزاء فيها وعليها. من وجهه نظري ما شفتهاش ضربه جزاء، الحارس مد ايده لمس الكوره بعد كده بيحاول يلم ايده فدخل فيه رودريجو ودخل حسب ضربه جزاء وضاعت بعدها. جوب بلينجهام حل لك الدنيا وجاب لك جون كسبك مباراه. طب ماشي، ريال مدريد كده في الدوري بيمشي حاله وبيمشي دنيته، في التشامبيونز ليج هتمشي حالك وماشي دنيتك؟ جالك بقى فرقه تقيله، ارسنال، سيتي، نيوكاسل، برشلونه وفائت، بايرن، بي اس جي، كل دول فرق مش هتسمع عليك السنه الجايه في التشامبيونز او السنه دي في التشامبيونز. فانت ريال مدريد انا بصراحه شايف ان كان اسلم حل يحصل ان السنه اللي فاتت بعد خروج بفضيحه ضد سيتي خلاص شكرا يا عم كارلو انشيلوتي، قضيت معانا سنتين جمال جدا، جبت لنا اتنين دوري ابطال او واحد دوري ابطال والدنيا جميله معاك، شكرا ليك جدا، مع الف سلامه، ونجيب مدرب جديد بطموحات جديده بادائيات جديده مع مدرسه جديده ريال مدريد بيحاول يطبقها بقى الشباب والحاجات الجميله ريال مدريد بيحاول يطبقها. ولكن برضو كارلو انشيلوتي موجود مع هذا التشكيله مع هذا السكواد مش هيطلع منهم شيء، مش هيطلع منهم شيء. شفنا النهارده في اوقات كتير جدا من المباراه بتلاقي كارفاخال بيطير وفران جارسيا بيطير وبينزل تشاوميني وكامافينجا يبقوا الاثنين باكات، حاجات كده انا مش فاهمها، حاجات انا مش فاهمها ومش قادر افهمها. هنشوف الايام الجايه ريال مدريد هيحصل فيه ايه، ولكن انا شايف
بغياب ميليتاو، بغياب كورتوا، بغياب فينيسيوس المتوقع، مش عارف بقى يغيب، ممكن ما يغيبش كتير، ممكن يغيب كتير، ممكن يغيب قليل، مش عارف، لكن ممكن بنسبه كبيره ما يلعبش الاسبوع الجاي مع ريال مدريد. فانا مش شايف اي شيء ممكن ريال مدريد يعمله، لو حط يعني شيل كده بيلينجهام من الملعب، ريال مدريد مش هيعمل حاجه، مش هيعمل اي حاجه خالص. مبروك لريال مدريد الفوز، بتمشي دنيتك، 3 مباريات بثلاثه فوز، دنيا ماشيه. المريه بيسجل فيك في الاول وبترجع في المباراه، النهارده سيلتا فيجو بيرخم عليك وبتكسب في اخر دقيقه مباراه، يا عالم الايام الجايه هيحصل فيك ايه. ولكن في الاول وفي الاخر ده راي شخصي واحد، هو رايي انا في مباراه ريال مدريد وسيلتا فيجو، وده رايك انت في الكومنتس. وايه توقعاتك، هل كارلو انشيلوتي ممكن يبقى اخر موسم ليه ويمشي، او ممكن يمشي حتى في نص الموسم، ولا هيكمل الموسم مع ريال مدريد؟ وده رايك في الكومنتس. لو حلقه بيضاء ما تنساش تعمل لايك، ولو مره شفتني اعمل اشتراك في القناه على الجرس عشان تجي الحلقات اول باول، لما تنزل على طول اعمل شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.